ومن أخطاء بعض الأزواج إفشاء سر الفراش، فمن الأزواج من نضب ماء الحياء من وجهه فانسدل عليه من السماجة قناع كثيف، فتراه يتحدث بأمر الفراش وما يدور بينه وبين زوجته من معاشرة، وربما فاخر بذلك وعده من مكملات رجولته وفحولته، وما ذلك والله بفخر ولا رجولة، إن هو إلا سقوط في الهمة وتماد في القحة، فأي فخر يكون بكشف السوءات؟ وقد قيل إنما سميت السوءة سوءة لأنه يسوء الإنسان كشفها، فالعاقل يأبى كشف سوءته فطرة وعقلا مع ما جاء في الشرع من تأكيد ذلك، فكيف يسوء إبداؤها بالحديث عنها حتى لكأن السامع يراها رأي العين؟ إن ذلك الصنيع هتك لستر الله، ونزع لجلباب الحياء، وفتح لباب من الشر عظيم. إن الله عز وجل حيي ستير يحب الستر والحياء، وإن للفراش أسرارا يجب أن تحاط بسياج من الكتمان، فلذا كان من حق الزوجين على بعض ألا يتحدث أحدهما أو كلاهما بما يكون بينهما من أسرار الفراش، فإنهما فعلا ذلك كان مثلهما مثل شيطان وشيطانة تلاقيا في طريق ما فجامعها بمرأى من الناس. ولقد جاء هذا المثل في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم أي سكتوا ولم يجيبوا. قالت: فقلت: أي والله يا رسول الله، إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير وصححه الألباني. فهذا الحديث نهي صريح عن كشف أسرار الفراش، فكأن هذا الكشف والإفشاء صورة جنسية معروضة في الطريق، والفتنة الشيطانية المعروضة في الطريق العام تتوق إليها النفوس الآثمة وتنفق في سبيل الحصول عليها الأموال الطائلة، كما أنها نوع من المجاهرة وسبب لتجرؤ السفهاء وإماطة اللثام عن الحياء. ثم إن هناك خطورة أخرى خاصة بالزوجة، فهي أشد حياء من الزوج، وإفشاء الزوج أسرارها يدفعها إلى كبت مشاعرها عند معاشرتها لزوجها، كي لا يبدو منها ما يدفع الزوج إلى الحديث عنه. فالمشروع إذن أن يكون الرجل لباساً وستراً لزوجته، وأن تكون كذلك له، فينطلق كل منهما على سجيته دون ما خوف أو خجل، فيحصل بذلك السكن والرحمة، بخلاف ما إذا خاف أحدهما من إفشاء سر الفراش. بل لقد جاء الوعيد الشديد في حق من أفشى سر امرأته، حيث عده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شر الناس. جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة من قول أو فعل ونحوه. فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. وإن كان إلى ذكر الجماع حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن تنكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره. ومما يترخص فيه في إفشاء سر الفراش أيضا إذا احتاج الإنسان للفتية أو للعلاج، فله أن يتحدث عن أمر الفراش بما تدعو إليه الحاجة لمن يفتيه أو لمن يعالجه.